Minotaur A32 is back. مينوتور A32 يعود بلوك جديد وبحلة جديدة وبمواصفات وتحسينات لطالما انتظرتموها. المهم اللي ما فهم شيء، اليوم لدينا تجميعة خاصة بالفئة الاقتصادية وهي نفس التجميعة التي تكلمت عنها سابقا قبل 14 تقريبا عن أرخص تجميعة لتشغيل الألعاب، لكن راح نسميها النسخة الثانية أو V2. قبل كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما كنت مشارك، وأهم شيء تفعيل جرس التنبيهات من أجل التوصل بمقاطعنا أول بأول. And let's get started. هذا البي سي راح يكون مناسب لكل شخص يفكر في تجميعه باقل سعر ممكن وتؤدي الغرض. مينوتور A32 هو مناسب لكل شخص حاب ينتقل من تجربه الموبايل جيمينج الى البي سي جيمينج، يعني بصفه عامه هي تجميعه خاصه باقل ميزانيه ممكنه، وكل هذا عزيزي المتابع بثمن يقدر باقل من 50,000 دينار جزائري، بنفس السعر يعني. Just cool my brother. تجميعة مينوتور A32 لا تعتبر تجميعة جديدة ولم يتم استبدال كل القطع فيها، بل تعتبر تطوير للتجميعة السابقة أو بنفس السعر. راح نتطرق إلى هذه التحسينات بعد التكلم عن المواصفات الأساسية. نبدأ بالمعالج، بحيث تم اختيار نفس المعالج السابق رايزن 3 3200 جي، والذي يحتوي على كارت شاشة داخلي الفيجا 8، والمعالج قابل لكسر السرعة ويعتبر أفضل اختيار مقارنة مع السعر الكلي للتجميع. المعالج مدعوم ببطاقة الأم B450M من جيجا بايت، بعدما كانت سابقا تتضمن بطاقة A320A Pro، والتي لم تنل إعجاب الراغبين في اقتناء هذه التجميع. ليس لأن البطاقة سيئة للغاية وتسبب مشاكل، لا بالعكس، سلبيات البطاقة آنذاك كانت غير قابلة لكسر السرعة وتأتي بمواصفات محدودة جدا، لذلك تم استبدالها بالبطاقة الجديدة التي طلبها الكثيرون B450M، بطاقة جيدة جدا في تجميع من هذا السعر وتعتبر أهم تطوير في هذه التجميع. راح توفر لك هذه البطاقة ميزات كثيرة، من أهمها كسر سرعة المعالج، لكن لا تتحمس وتذهب ترفع الفولتج، ترفع كل الإعدادات من أجل كسر سرعة المعالج. لا تنسى أن هذه تجميع اقتصادية، هنالك دوما ليميت في هذه الأشياء. قم بمراعاة شروط الأمان ولا تهرب بعيدا عن البوست كلوك الخاص بهذا المعالج. That's it. بالنسبة للرامات، تم أيضا الاستماع للطلبات من طرف Aorus Gaming Revolution، وتم توفير 8 جيجابايت من الرامات من أي ديتا 4 جيجا في 2 من أجل تفعيل خاصية الديول شانل، وبتردد يصل إلى 2666 ميجا هرتز. لكن السلبية الوحيدة أن الرامات لا تحتوي على ديزاين معين، لكن هذه الرامات من أي ديتا وليست أي رامات أخرى. طبعا مع كل هذه الإضافات الجميلة، مسألة الديزاين الخاص بالرامات لا يهم. تذكر أن هذه أرخص تجميعة متوفرة في السوق، لا ترفع سقف توقعاتك إلى أعلى شيء، حتى نكون واقعيين. بالنسبة لوحدة التخزين، تم استخدام 120 جيجا من أي ديتا تحت اسم الـ SU650. طبعا هو SSD ممتاز جدا سواء من ناحية السرعة أو الأداء، لكن المشكلة الوحيدة هنا ألا وهي المساحة. لذلك أنصحك مباشرة بإضافة هارد درايف ميكانيكي على الأقل 320 جيجا إلى 500 جيجا كحد أقصى. كل هذه المواصفات مركبة في كيس مينوتور الزجاجي الجديد، والذي يدعم الـ RGB ومصمم خصيصا للجيمرز من طرف Aorus Gaming Revolution. والصراحة الشكل الكيس ممتاز جدا، والله العظيم أبهرت بالشكل النهائي. أهم مميزاته أن النوافذ فيه هي من الزجاج وليست من البلاستيك، وهذا أمر مميز خصوصا في تجميع اقتصادية. كما يحتوي هذا الكيس على فلتر للحماية من الغبار في الأعلى، ويحتوي على ميزة إخفاء الباور سبلاي. حجمه صغير ومناسب في أي سيتاب. يحتوي كذلك على 3 مراوح تدعم الـ RGB وتنير بشكل جميل جدا. السلبية الوحيدة التي وجدتها في هذا الكيس هو أنه لا يأتي بريموت كنترول من أجل التحكم في الإنارة. التجميع مزودة بوحدة الطاقة الجديدة 450 واط 80 بلس وايت، بعدما كانت سابقا تدعم 350 واط. يعني حاليا بالـ 450 واط المتواجد في هذه التجميعة يمكنك إضافة أي كارت شاشة سواء كان من الفئة الاقتصادية أو من الفئة المتوسطة.
شريطة أن هذا الكرت المضاف لا يتجاوز 120 واط كاستهلاك للطاقة. وبالنسبة للمنتقدين بخصوص هذا الباور سبلاي بالضبط أو الذي سبقه، ليس خلكم واقعيين وتكلموا عن تجربة شخصية من فضلكم. بالنسبة لي عزيز المتابع، وكتجربة شخصية في البنش ماركات التي عملتها بخصوص تجميعات أوريس جيمينج ريفولوشن، والله العظيم يا جماعة لم يسبق لي ولا مرة أن حدث معي مشكل بخصوص الباور سبلاي أو أي قطعة من التجميعات. كل البنش ماركات التي عملتها في الألعاب الثقيلة وفي البرامج كانت كلها على أكمل وجه ممكن وبدون أي مشاكل. وأنا متعود أن لا أتكلم على أي منتج أو على أي شيء حتى أجربه. ومن فضلك عزيزي المتابع، لا تسمع لكلام الناس أو لتعليقات الناس، لأن 99% منهم هي غير مجربة. اسأل الناس التي جربت فقط، ولا تسأل الناس التي تعلق فقط. Right. ضف إلى ذلك الشركة تعطيك ضمان سنة، يعني لو حدث معك أي مشكل بخصوص التجميعة تواصل مع الموزعين من أجل حل هذا المشكل. وقبل أن تتكلم أخي الكريم، حاول مقارنة المنتج بالسعر الإجمالي. إذا كان المنتج يقدم لك أشياء كثيرة وميزات كثيرة بسعر منخفض، من الغير منطقي أن تشتكي. بعبارة أخرى، واش راك حاب صاحبي؟ RTX 180 Ti مع Ryzen Threadripper بخمس ملايين؟ كمان. المهم تجميعتي بسعر مناسب جدا، ولا اعتقد اطلاقا انك راح تجد اقل من هذا السعر. ننتقل الان مباشرة الى التجربة الفعلية او البنش مارك الخاص بالالعاب. طبعا التجميع اقتصادية كما قلنا، وما انصح ابدا ان تعمل ريكول للالعاب بالفيجا 8، لانها ما راح تنفع معك ابدا. يجب ان تتوفر على كارت شاشة خارجي، وانصحك بتطوير التجميع بالحصول على كارت شاشة خارجي كما قلت في أقرب وقت ممكن، حتى تستمتع بالعالم الحقيقي وتكون تجربتك مثالية. المهم جربت اللعبة على فورتنايت 1080 بي على اللو سيتينجز و 100% 3D سكيل، والنتيجة كانت مرضية جدا وممتعة إلى حد كبير. حتى بدون كارت شاشة، يعني بالفيجا 8 وحسب، حصلت ما بين 55 فريم إلى 70 فريم ك average FPS، يعني النتيجة كانت مرضية إلى حد كبير. وحصلت كذلك على 80 فريم كحد نقصة في البنشمارك، يعني التجربة كانت جيدة في اللو سيتينجز. وهنا أعتقد أن الديل شانل قد بين عمله في هذا البنشمارك، بحيث حصلت أكثر من فريمات أو حصلت فريمات أكثر من البنشمارك الذي قمت به في نفس التجميعة بالسينجل شانل. جربت كذلك التجميع على لعبة The Witcher 3، والتي تعتبر ثقيلة حتى على بعض التجميعات المتوسطة، وحصلت ما بين 20 إلى 25 فريم على جودة 1080p Low Settings. وما رح أقول لك أنها تجربة مثالية، لأنها تحتوي على بعض التقطعات، وهذا شيء طبيعي جدا لأن التجميع لا تحتوي على كارت شاشة خارجي. لكن لما تخفض الإعدادات إلى 720p، هنا تصير معظم الألعاب الثقيلة شغالة في الجهاز على أكثر من 30 فريم وبدون تقطيعات. خلاصة القول أن هذه تجميعة ليست موجهة لمعظم الناس الذين يريدون التجربة المثالية للبي سي جيمينج. كما قلنا سابقا، هذه تجميعة مخصصة فقط للأشخاص الذين يملكون ميزانية منخفضة جدا، أو حابين ينتقلوا من تجربة الموبايل جيمينج إلى البي سي جيمينج. لكن ينصح أن تشتري كارت شاشة خارجي من أجل الاستفادة القصوى لهذه التجميع، وحتى تستمتع بالتجربة المثالية على الالترا سيتينجز. رابط هذه التجميع متوفر في الوصف أسفل هذا الفيديو. What are you waiting for brother؟ إذن عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من حلقة اليوم. أتمنى من كل قلبي أن تكون قد نالت إعجابك. للمزيد من مثل هذه المقاطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وأهم شيء تفعيل جرس التنبيهات من أجل التوصل بحلقاتنا أول بأول. أراك في الحلقة القادمة وفي المراجعة القادمة إن شاء الله. See you in the next time. Turn off the PC.